السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياسبلاي. سعدت لكم بحلقة جديدة من لعبات RDR2. في حلقة اليوم سنتجه عند بيل لكي نتابع المهام. إذا تذكرتم الشيء الذي حدث في الحلقة السابقة هي أنني ذهبت مع مايكا ومع داتش لكي نلتقي بيل أودريسكوز زعيم الأودريسكوز، فوضعونا في فخ وأخذوني مع الأسف الشديد للكامب الخاص بهم. عدبوني كثيرا، استطعت الهروب، وبعد مرور أسابيع لقد شفيت الحمد لله من تلك الرصاصة التي أصابتني في الكتف. الآن سأتجه عند بيل لكي نتابع المهام. وعدت لكم أصدقاء، وصلت عند بيل الآن. وينتظروني هو ومايكا كذلك. مايكا الكلب، عندما قاموا بسجنه ذهبت وقمت بإنقاذه، وعندما أمسك بيل أودريسكولز لم ينقذني. حسنا، ماذا سنفعل الآن؟ عندهم الأسلحة، عندهم كل شيء. لقد وصلنا لهذا المكان، فبدأت كاتسين. ماذا سنفعل؟ سددوا على صديقنا. مشكل. مايكا بدأ في التسديد كذلك. أتوقع عملوا لنا فخ إمبوشمنت يا حبيبي. حسنا، لحظة الحقيقة الآن. موت. أصبت وسأختار هذا السلاح لأن هذا السلاح أفضله كثيرا. موت أنت أولا، جيد في الرأس. موت أنت كذلك، ممتاز. هناك أشخاص في السطح. جميل جدا، يا سلام عليك، دمرتهم. ماذا سنفعل الآن؟ أينهم؟ مزيد من الكلاب جايين. هذا الشخص في حصانه، سأدمره على السريع. جيد، والآن هيا لك ننطلق. أينهم؟ لقد رأيته. واو موت. جميل. لم يموت بعد. موت الآن، جيد. موت أنت كذلك، العين اقتربت من الانتهاء. سأقتل. لقد مات. سأملأها على السريع. جيد. أنا مستعد الآن. مزيد من الأعداء ظهروا. هذا الكلب أولا، ممتاز. هيا تعالوا، لا تقلقوا، فقط الحقوا بي، سأدمر الجميع. أنا الآن مركز في هذه اللحظات. جيد، ممتاز. موت أنت كذلك، أحسن العمل. دمرت الجميع تقريبا، بقي هذا الشخص. امشي ايها الكلب، وذلك الشخص مختبئ هناك. حسنا، ساستعمل الهيلت. اوكي، تحرك. ساختبئ قليلا، انا لست هو رامبو يا اصدقاء لكي ابقى واقفا هناك بدون اختباء. جيد، لقد دمرته. سادمر هذا كذلك، الشخص بالقرب منه. احسن العمل، دمره، ممتاز. علينا الدخول هنا. اوكي، اقتحم المكان. اوكي، مشكلة. فهمت. علينا الدخول لهذا المحل، لكن لا استطيع الدخول من ذلك المكان. لهذا السبب سأتي الى هنا من الخلف وسأفتحه. بريك لوك. مشكل، جاء شخص اخر. اين هو؟ لم ارى كلب. سأدمر ابوك الكلب. جيد، العين لقد انتهت، سأحاول ملأها الان. سنكمي ذلك السيجار، احسن العمل. جيد، حصلت على العين، والان سأحاول بريك لوك. هيا افتح القفل بسرعة. هيا فعل شوية يا حبيبي. هناك هذا الكلب. موت، ممتاز، دمرته. هناك شخص آخر. موت أيها الكلب كذلك. جيد، أحسن العمل، ممتاز. دخل مايكا، قتل الشخص على اليسار. هذه اللقطة فإنها كانت ظاهرة أصلا في أحد التريلات إذا تذكرتم. سأحاول الحصول على العين هنا، وفي الأخير قتلوا مايكا. عجيب جدا، كنت أحاول الحصول على العين وأحاول الحصول على الهيج، لكن مايكا الكلب الغبي تعارك ضدهم. انتظرني فقط يا مايكا حتى أحصل على تلك الأمور، وبعدها أنا مستعد لكي أتعارك معك، لا تقلق. مايكا صراحة نوب، من دوني لن يستطيع فعل أي شيء. أوكي، عليه أولا اكتشاف مكانهم. انتظرني يا مايكا، أحصل على العين بسرعة وبعدها سننطلق. أوكي، هيا لك ننطلق. موت أنت أيها الكلب، موت أنت كذلك. بقي هذا الشخص، موت أيها الكلب، وبعدها سأقتل صديقهم الآخر. جيد، وهيا لك ننطلق. تحرك يا مايكا، تحرك. قلت لك يا مايكا يا أيها الغبي، فقط ابقى بالقرب مني ولا تقلق، لأنني محترف في التسديدات يا مايكا. جميل جدا، دمر الجميع يا حبيبي. موت أنت كذلك، أحسنت. لقد فشلنا فقط لأن مايكا مات، مايكا الغبي. موت يا أيها الكلب، لن تهرب لأي مكان. أحسنتم مايكا الكلب، تعتقد بأنك قوي لكنهم قتلوك. هل تعتقد بأنك قوي يا مايكا؟ لقد قتلوك، تقريبا دمرنا أغلبية الأعداء، لاحظتمهم؟ عدد هائل جدا من الجثث في الخريطة. الآن علينا التكلم مع الشريف. مسكين صديقنا تشون مات، قتلوه الكلاب. الشريف خاف، لا يريد الخروج. هيا أخرج. أمسكوا بيل الكلاب. لا تقتلوا بيل أو سندمركم. الشريف الكلب خرج.
لا تحاول اللعب معنا بتلك الطريقة أيها الشريف. حسنا ديد آي يا حبيبي. أوكي 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 ممتاز، دمرت الشريف، الآن سأدمر أتباعه. ممتاز، موت أنت كذلك، جميل جميل جدا، تم تدمير أتباعهم بنجاح يا حبيبي. هل أنت بخير يا بيل؟ مسكين تشون، قتلوا الكلاب، وضعوا لنا فخ سددوا عليه مباشرة في الرأس. تشون كان شخص جيد لكنهم دمروه. كلاب عائلة الجريز هم الذين فعلوا هذه الأمور لنا، وضعوا لنا فخ. مسكين تشون، سنأخذه الآن لكي ندفنا. اسكت اسكت أيها الكلب يا مايكا، اسكت. مايكا أصبح يغضبني كثيرا، كنت أتمنى لو لم نفشل في المهمة عندما قام رجال الشرطة بقتله، لكننا فشلنا في المهمة مع الأسف. سندفن تشون الآن مسكين. ظهر لنا الصقر. نعم تشيرش أوف روتش، تشون دفناه في مقبرة روتش. مسكين تشون، الله يرحمك يا صديقي يا تشون، كنت شخصا مميزا جدا وكنت عضوا رائعا في العصابة. الآن سنذهب عند داتش. ماذا حدث يا داتش؟ عائلة الجري الغنية لقد عملوا لنا فخ في المدينة وحاولوا قتلنا، والآن ما الذي حدث؟ هل قاموا باختطاف جاك؟ ديتوكم، لقد قاموا باختطاف جاك يا أصدقاء. مشكل، هل عائلة الجري هم الذين قاموا بسرقته كذلك؟ أم العائلة الأخرى، عائلة البريد ويت؟ We will bring him back to you, and we will kill any. ها هو جون. جون لقد جاء. Abigail, you have my word. مسكين أبيجيل حزينة جدا الآن. I will get that boy back. So. لا تقلقي لا تقلقي، سنعيده أكيد. We just heard about Jack. You need some extra. ها هم. لقد جاء وجاء أبيل كذلك. مايكا. Let's go. Turns up, you kill him. ممتاز. مايكا وكيرين سيقومون بحراسة الكامب، أي شخص غريب جاء للكامب سيقومون بقتله، ونحن سنتجه لكي نعيد جاك. لا أحد يلمس جاك وسيبقى على قيد الحياة، سندمرهم. شوشو أخذنا العصابة كلها، كم عددنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 أشخاص. عصابة يا حبيبي تريد إعادة جاك. جون قال لهم أقسم بالله أنني سأقتل الجميع هناك. خصي الآن قال لنا شيء رهيب جدا، مع الأسف لا يوجد لا ذهب ولا أي شيء عند هذه العائلات. وقال لنا خصي إذا كان الذهب أصلا موجود سيكون موجود مختبئ في مكان آخر وليس في منازلهم. بحث خصي في الأمر واكتشف تلك الأسرار. أحسنت، قمنا بجميع هذه الأمور، خلقنا العداوة بين الجريز وبين البريد ويتس لكي نستطيع سرقة الذهب، وفي الأخير عائلة الجريز وضعوا لنا ذلك الفخ وسط من المدينة. بسببه مات صديقنا تشون، والآن البريد ويتس سرقوا جاك. كلاب، أنا متأكد بأنهم جاءوا للكامب ورأوا جاك يلعب بالقرب من تلك البحيرة وقاموا بسرقته. سنضع الآن أحصنتنا هنا في الجانب، بعدها سنذهب عند داتش، داتش فيندرلاند. قبل أن نذهب انتظروا، هذا السلاح سأغيره وسأختار هذا، والشاتغان ممتاز. سأعتني كذلك بأسلحتي. لقد جئت، وهيا لكي ننطلق، نحن مستعدون الآن. Let's go. الجميع أخذ أسلحتهم، الجميع مستعد. شو العصابة؟ يا سلام عليك، اختطفتم الطفل الصغير المسكين. سندمركم الآن، معركة ستكون شرسة جدا. هيا تعالوا إلى هنا. يا سلام عليك، عصابة داتش فاندرلاند جاءت لكي تدمر أغنى عائلة وهي عائلة البريد ويت. لاحظوا لاحظوا الحراسة مشددة في الطابق السفلي وكذلك الطابق العلوي، لا أستطيع التحرك في هذه اللحظات. أيوه أحضروا لنا الطفل، لا يريدون إحضار الطفل. الكلاب يريدون العراك، لاحظتم؟ قد خرج الحراس. أوه حان الوقت، حان الوقت يا حبيبي. موت أنت، العين عندي فإنها نازلة شيئا ما، علي الحذر. يا سلام قتلت شخصين، شخص ثالث ممتاز دمرته. هيا العين يا حبيبي، let's go. متأنش يا أيها الكلب، الهيت عندي نزلت، اختبئ جيد.
ممتاز يا حبيبي. سأستعمل المستوى الثالث الآن في الديد آي، وسأستعمل المستوى الثالث كذلك في الهيلج. حان وقت تدمير يا حبيبي، تعالوا 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 معي، لا تقلقوا. مش أنت أيها الكلب كذلك، مش أنت جيد، مش أنت. أو مشكل هرب حسنا، مش أنت أولا في السطح. جميل جميل جدا، دمرتهم. موتوا أنتم، أحسنتم. جميل جميل جدا، هيا لك هنا توغل المستوى الثالث كذلك في العين. أنا مستعد، هيا لك هنا أدخل. أوكي أوكي أوكي، دونت وري، ليتس جو. سنبحث الآن عن جاك. سأغير الآن للشاتغان، لأن الشاتغان هي التي ستصلح في هذه اللحظات. أين أنت يا جاك؟ افتح الباب. بوم، موت أنت يا أيها الكلب. جيد، فجرت رأسه. لا أحد يختطف جاك ويبقى على قيد الحياة. علي الذهاب الآن عند داتش. داتش موجود في الفوق، قد صعد لي الفوق. لا يريدون فتح الباب يا جاك. حسنا، سددوا علي الكلاب بالخلف من الباب، وعلي الخروج من هنا. فهمت فهمت فهمت. جاء مزيد من الكلاب، لاحظتمهم. موت أنت يا أيها الكلب. جيد، موت أنت كذلك. جميل، هنا هم، هناك المزيد هناك. حسنا، موت يا أيها الكلب. هناك ثلاثة أشخاص، موت أنت وموت أنت كذلك. جميل، بقي الشخص واحد فقط، لقد قتلوه. ممتاز، لقد مات الآن. هناك المزيد. حسنا، جميل، موت يا أيها الكلب. جيد، هذه المرة سأترك الديد آي حتى تمتلي لي وحدها. موت، جميل. هناك شخص آخر في الوراء، لقد رأيته، هو سيموت الآن. حسنت، هناك المزيد هنا في هذا الاتجاه. أوكي 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 أوكي، أنا جاي لا تقلق، سأدمرهم سأدمرهم، دونت وري. موت، ممتاز، موت أنت كذلك. حسنت، موت أنت كذلك. جميل جدا، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. هناك هذا الشخص كذلك، موت يا أيها الكلب. حسنت، هذا كذلك. موت، جميل. المين مزيد، لقد بدأوا في الهروب. فهمنا فهمنا، قتلناهم. شوفوا عدد الجوجات في الخريطة، عدد هائل. هيلب جون بريك ذا دور، علي الآن مساعدة جون لكي يدمر الباب. هذا الباب مقفل، لا أستطيع فتحه. أوكي، علي الخروج الآن للبلكونة ومساعدة جون. هيا لكي نفتح الباب، هيا بريك بريك. حسن لا تقلق، هيا 2 3 ليتس جو ليتس جو. ممتاز، دفعنا الباب. موت يا أيها الكلب أنت، وموت أنت كذلك. جيد، دمرناهم يا حبيبي. الديد آي خاصية جميلة جدا وممتعة. أين هي الزعيمة الآن؟ رئيسة البريد ويت. آية، مختبئة في غرفتك. سيقتلها داتش. قالت لنا بأنها عاشت في هذا المنزل ما يقارب 120 سنة ولم يكن عندها أي مشاكل. الآن عندك المشاكل يا أيتها العجوز. Where is the boy? Yeah. Filth. لا تريد أن تخبرنا. لقد قتلها. قتلها داتش. اختطفنا أميرة هذا المكان. وماذا سنفعل الآن؟ لقد مات الجميع. ماذا سنفعل الآن؟ لاحظ لحظه. لقد سحب يا أصدقاء داتش من عنقها. هي تحركي. تحركي هي. لاحظوا هذا الشخص، لقد مات، احترق. سنقوم بحرق المكان. أحسنت يا خصية. نعم، سنحرق المكان. تعالي يا كاترين، تعالي تعالي يا ملكة البريدوي، تعالي. لا تريد الذهاب لأي مكان، تريد البقاء في هذا القصر. قصرهم المجيد سيتم حرقه يا حبيبي. هيا تكلمي، قولي لنا أين هو الولد. سيقتل هذا إذا لم تخبرنا. Take the boy, Mrs. Braithwaite. You stole my boys are off limits. You stole my horses. عرفت بأننا نحن من سرقنا أحسنتها. المهم، قالت لنا بأن ابنها أعطاه لأحد الأشخاص الأغنياء. لقد عادت، عادت وسط من منزلها. لا تريد ترك المكان رغم أنه يحترق. The Battle of Chidi Bell. علينا الهروب من هذا المكان. رجال الشرطة سيلحقون بنا مرة أخرى. أبيجيل المسكينة حزينة جدا.
أرشر قال لهم بأن الطفل سيكون بخير، لا قلق عليه، وخصوصا أنه لا زال صغير. أتوقع بأن الشخص الذي أعطوه له سيتعامل معه بشكل جيد، سيعتني به. لقد جاء، جاء روس، عرف الكامب. مشكل، ماذا سيفعل الآن؟ وعرف كذلك بأننا قمنا بحرق قصر البريدويج. Good day, sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Mr. Morgan, عرفني. عرفني الكلب. الجميع يتصنطون لحديث هذا الشخص. رئيس المخابرات يا حبيبي. المهم، لقد هددنا رئيس المخابرات الآن وقال لنا سأعطيكم 3 أيام فقط لكي تبتعدوا وتتفرقوا وتعيشوا حياتكم لوحدكم. لم يستطيعوا محاربتنا، لهذا السبب جاءوا لكي يتكلموا معنا. لا أعتقد بأن داتش سيوافق الرأي. المهم قال له لا أريد قتل هؤلاء الأشخاص كلهم، أريد قتلك أنت فقط يا داتش. ماذا سيفعل الآن داتش؟ نحن مستعدون لكي ندمرهم. قال لنا بأننا قمنا بخطأ، نريد تدميرهم يا حبيبي. أعضاء المجموعة كلهم أوفياء لداتش. رئيس المخابرات قال لنا بأننا جميعا سنموت. ذهب هو وراس. انت كويك. نعم، داتش يريد منا الذهاب من هذا المكان. المهم إذا تذكرتم في الحلقة السابقة لقد ذهبت أنا وليني وقمنا بتدمير أولئك الأشخاص وسرقنا منهم تلك العربة المحملة بالمتفجرات. ذلك هو المكان الذي سنذهب له الآن. سأتجه مع جون للمنطقة. حسنا، هيا لك ننطلق. رايت تو شيدي بيل، سنذهب لشيدي بيل. هيا جون، ليتس جو. جون قال لنا بأنه يجب علينا الذهاب وإنقاذ جاك. فأجابه آرثر، لا تقلق سنذهب. يجب علينا أولا إخراج الجميع من ذلك المكان لأن رجال المخابرات اكتشفوا مكاننا. من الممكن أن يرسلوا رجال الشرطة لكي يقوموا بالبحث علينا، لهذا السبب علينا الهروب أولا، وبعدها إن شاء الله سنبحث عن جاك. وها قد وصلنا للمكان. على الأقل هذا المنزل فإنه كبير، جيد جدا بالنسبة للكامب. هنا هجمنا على هؤلاء الأشخاص إذا تذكرتم، واستطعنا سرقة تلك العربة المحملة بالمتفجرات. حسنا، سنترك أحصنتنا هنا وسنذهب. المكان ممتلئ يا أصدقاء بالأعداء، لهذا السبب لقد جئنا أولا. أين الكلاب؟ لم أرهم بعد. حسنا، سأدخل. من الممكن أن يكون مزيد من الكلاب هنا. الشخص الذي كان في الأمام لقد قام جون مارسون بقتله. كوكي علي الحذر. هناك هذا الشخص كذلك. موت، ممتاز. علي الحذر كثيرا. حسنا، سنصعد للفوق الآن. هناك شخص هنا، لقد سمعته. رأيتموه؟ موت يا أيها الكلب. جيد، الآن سأذهب للغرفة الأخرى. افتح الباب. ها هو. هذا الشخص نائم. عندك سلاح؟ نعم، عنده سلاح. ماذا سيفعل؟ الأقتله. موت يا أيها الكلب. المهم سأدخل الآن هذه الغرفة. هناك هذا الشخص كذلك. موت يا أيها الكلب، موت. جيد، لقد مات. وبهذا سنكون قد انتهينا. المكان الآن أصبح نظيف وعنده بلاتينيوم بوكيت واتش. سأعمل لوتين لكن ليس الآن. علي أولا مساعدتك جون. أنا ذا يا جون، ماذا تريد؟ حسنا، لا تقلق. فهمت. سنأخذ هذه الجثث ونرميها في البركة المائية على ما أعتقد. سنرمي الجثث هنا. ذلك التمساح سيستمتع بالجثث. الآن علي حمل باقي الجثث، وجون أعتقد بأنه سيذهب لكي يقوم بإحضار أصدقائنا في الكامب. وسأستغل الفرصة كذلك وسأعمل لوتين ونأخذ تلك الأشياء الجميلة. هو الشخص الثاني الآن، تم رميه بنجاح وبدأت كاتسين على ما أعتقد. انتظروا. نعم لقد بدأت. سنقوم بأخذ تلك الجثث الأخرى أوتوماتيكيا. جيد، الحمد لله. وها هم أعضاء العصابة جاءوا. داتش فرحان، أعجب هذا المكان. صراحة هذا المكان فإنه رائع مميز، أعجبني كثيرا، وخصوصا أن عندنا منزل الآن كبير نستطيع النوم فيه، وعندنا كذلك العديد من الغرف.
مسكينة حبيبة دوتش قالت لا أريد التكلم معه، لكنه قال لها لا ليس لدي الوقت. المهم سأتجه مع دوتش لساندني، مدينة ساندني الكبيرة جدا، لكي نرى ونكتشف البنايات ونكتشف كيف يعيش الناس في ساندني. وصلنا لساندني وبدأت كاتسين. هذا هو المستقبل، وبالفعل هذا هو المستقبل يا دوتش. الآن المدن أصبحت أكبر بكثير من هذا. هذه فهي أول مدينة تقريبا تم إنشاؤها في أمريكا في عصر الكوبوي. بعدها سينتهي عصر الكوبوي وهذه العصابات وكذلك عصر الهنود الحمر، وسيبدأ عصر الدولة الأمريكية يا حبيبي. وبهذا سنكون قد دخلنا للشابتر الرابع، شابتر 4. نعم كما قلت لكم، شابتر 4 ساندني. لم يتبقى الكثير صراحة، وسنستطيع تختيم لعبة Red Dead Redemption 2. باقي هذا الشابتر، الشابتر رقم 4، بعدها الشابتر رقم 5، وبعدها الشابتر رقم 6، وسنقوم بإنهاء اللعبة وتختيمها 100%. أتمنى صراحة أن المقطع الخاص باليوم أعجبكم. إذا أعجبكم فلا تنسوا ادعمونا بالضغط على زر لايك وانشروا مع أصدقائكم. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.